أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه تم إصدار 8 قرارات تغطي كافة القضايا المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الدورة الوزارية 161، صدر في موضوع فلسطين 8 قرارات تغطي كافة القضايا والمسائل المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. أخيرا طبعا صدر مجموعة كبيرة من القرارات التقليدية اللي هي متكررة أو في إضافات على قرارات سابقة، شيء يعني هيحتاج من كل واحد من رجالات الأعلام وسيداته أنه يمضي ليلة كاملة لقراءة هذا الملف، وهو ملف مفيد يكشف فلسفة العمل العربي.